هيئة تنسيق النقابية تجدد مطالبتها بإقرار السلسلة وتلوح بالتصعيد. أجمع أهل الحكم على ضرورة التروي قبل إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب، فانضموا بذلك إلى صف أهل الاقتصاد الذين حذروا مرارا من تداعيات سلبية حتمية لهذه السلسلة، وهي تداعيات أوردها حاكم مصر في لبنان في الورقة التي قدمها للحكومة بهذا الشأن، محذرا من ارتفاع التضخم بين 2 و3% عن معدله عام 2013 وتراجع النمو بنسبة تتراوح بين 1.5 و2%، لكن هذه الأرقام لن تثني هيئة التنسيق النقابية عن مطلبها القاضي بإقرار السلسلة بعد انتظار طال 14 شهرا. كان المفروض على هذه الحكومة قبل ما تعمل اتفاق مع هيئة التنسيق النقابية، قبل ما تقرر بمشي وزراء، تعمل اللي عم تعمله هلأ. حكومة بتشتغل بالمقلوب، يعني الرأي الحاكم اللي نشيته وسائل الإعلام بهاليومين مش لأنه السلسلة بدها تمشي، المشكل بالموازنة. يعني الحاكم عم يناشن على الموازنة، موازنة 2013 رافعينها ل 23,000 مليار، السلسلة حسب أرقام وزارة المالية، حسب مالية الدولة بتكلف 1600 مليار. يعني هني صاروا اخذين السلسلة حجة مثل شماعة عم يجمعوا لها ضرائب من الشعب اللبناني ليغطوا عجز الموازنة وليس السلسلة. الخسارة الحقيقية لا تكمن في إقرار السلسلة بحسب محفوظ، بل في الفساد المستشري في عدد من القطاعات العامة. هل هني صاروا بدهم ياخذوا السلسلة لهيئة المالية الدولية ليسمعوا رأيها؟ ليش ما بيسمعوا رأي الهيئة المالية الدولية بسرقات اللي على المرفأ؟ وقت اللي بيجمعوا أموال من الأملاك البحرية، وقت اللي بيجمعوا أموال من الدوائر العقارية ومن السنترالات ومن الكهرباء اللي وعدونا فيها الباخرات ومأشا ووزعوا أموال الكهرباء، وقت اللي هي كلها بيجبوها وبيفوتوها على الخزينة وبتضل الدولة عاجزة، ما بدنا سلسلة، ويجوا ياخذوا الخواتم ويجوا ياخذوا نص رواتبنا. بس لا يعقل نشوف إن عم يسرقوا البلد ويوزعوا على بعضهم ونحن نضل ساكتين. محفوظ حذر من تقديم شكوى ضد الحكومة أمام منظمة العمل الدولية إذا استمرت بالإخلال بوعودها، مؤكدا المضي في سلسلة تحركات تصعيدية في الشارع إلى حين تحقيق المطالب.